خلينا ننتقل مباشرة ليلى لحلب الشهباء، وأكيد تعودنا على مؤسسة شهيق زفير وأصحاب الأيادي البيضاء الفعلية عم تقدم كل الدعم لأطفال متلازمة الداون بظل كل هي التحديات والصعوبات، لأنهم دايما واقفين لجنب هي الفئة من الأطفال. مبادرات عديدة وكثير مهمة بتحلن الفرصة اليوم لحتى يعبروا عن نفسهم أكثر ويحققوا إمكانياتهم. يا ليلى، تماما يا هايدي، رح نحكي أكثر عن هي المبادرة والنشاطات اللي عم تقوم فيها، وايضا نشاطات الزياره الى مطار حلب الدولي لاطفال متلازم الداون ضمن اتصال هاتفي مع منتصر الكيالي مؤسس مبادره شهيق زفير. يسعد صباحك استاذ منتصر. صباح الخير. يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيك. صباح الخير عزيزي. يسعد صباحك استاذ منتصر. يعني بدايه، البوستات والصور اللي عم تعرضها حضرتك على مواقع التواصل الاجتماعي هي اكبر دليل اليوم على اهتمامكم بهدول الفئه من الاطفال وفرحتم بالمبادرات اللي عم تقدموها. خلينا نخبر المشاهدين عن اخر نشاط لكم لدعم اطفال متلازمه الداون. بدايه صباح الخير اخباري ستوري. صباح الخير عزيزتي هايدي، صباح الخير عزيزتي ليلى. بصراحه نحن دوما نحاول دوما نعمل شيء جديد لاطفالنا لمؤسسة شهيق زفير حسب الاستراتيجية الموجودة معنا نحن. كان نشاط عبارة عن هو أطفال متلازمة في حول أرض الهمم اتجهوا لمطار حلب الدولي برحلة نظامية مثل عادة، جهزناهم بألبسة مضيفين مضيفات، يعني طول بلبس سب لبس مضيف أو مضيفة، وطلعنا باتجاه المطار. كانوا عندنا 25 طفل طبعا. دخلنا على المطار، كان الأمور كلها تمام، وتعاون مع طاقم المطار وامن المطار الى اخره. دخلنا عملنا تشيك عادي يعني على المسافرين وعلى الحقائب وعلى البوردي الى اخره. حتى اذا شفتي الصور انت، الاطفال هم مبسوطين انه يطلعوا بالطياره. هذا شعور بصراحه، شعور كان كثير حلو وكان شعور ايجابي. يمكن هذا اول مره تصير بسوريا، هذا الملتزم يطلعوا مطار يحسوا حالهم انه هم كباتن او هم المضيفين. كان موضوع جدا مهم، كان له دور ايجابي صراحه. نحن خلينا نقول نحن دوما عم نركز على شغلات مهمه بشغلنا، عم نركز على معالم مهمه بحلب، شرايين مهمه بحلب. خلينا نقول قلعه حلب، كان سبق عملنا شيء عن قلعه حلب، عملنا شيء هلا على المطار، عم نعمل دوما شيء مهم اني ركز هالاثناء عملنا ما عم تلازم في الحب اني عن شيء عن سوريا او الى اخره. فكان عمل ايجابي كثير، والتعاونيه كان جميع الشركاء سواء كانت مؤسسه طيران مدنيه او شركات حليبيه او جميع الشركاء الموجودين معنا، كان عمل كثير جبار وحلو كان. تمام، انشطه كثير جميله عم بتقوموا فيها استاذ منتصر. يعني اليوم شهيق زفير اليوم عم بيقوم بانشطه كثير مهمه لهدول الاطفال اللي بيحتاجوا فعلا لدعم، وخصوصا بهي الظروف الصعبه. كيف عم يكون التفاعل، وخصوصا النشاط الاخير اللي كان فعلا كثير حلو شفناه على السوشيال ميديا، كيف عم يكون تفاعل الاطفال مع هذا الشيء، وكيف كانت رده فعلهم؟ هلا اكيد ضمن الظروف اللي عم نعيشها نحن حاليا، اكيد اذا متنفس حلو، متنفس هواء نظيف مع هالاطفال هذول اللي بيعطونا هن البراءه، بيعطونا هن الامل، كان كثير ايجابي صراحه. يعني انا ما تخيلي اني الشخص العادي اذا سمع بده يطلع المطار وعنده سفره بحس حاله انه هو ملك القلعه على يعني بهالتعبير، ما شلون هن يعني بيحكين حالهم انه بده يطلعوا على الطياره ومعه صبح ومعه باسبوره ومعه الى اخره، معه يعني معه شيء بجهزه هو، حتى حقيبته. حتى اذا تلاحظي انت مضيفين معه حقيبته هون، الكباتن معه كل واحد حقيبته، يعني حاولنا نعيش الدور نفسه نحن هذا مع الاطفال بالذات. كان موضوع كثير ايجابي، كان لو خلينا نسمي من نوع الدعم النفسي عم نحاول نشتغل على الاطفال عليها بالذات. كان نشاط حلو، نشاط جبار كثير تعبنا فيه بصراحه. بس بروح التعب روح التعب خلال فرحة الطفل او ضحكة الطفل مع هدول الاطفال، هن بيعطونا الامل. تمام استاذ منتصر، يعني اثناء اليوم تحضيراتكم لهي المبادره او تنفيذ هي المبادره لهدول الاطفال، كان في تحديات او صعوبات واجهتكم، وكيف قدرتوا تتغلبوا عليها؟ هلا اكيد كل عمل اذا ما في تحديات او ما في شوي ظروف صعبه اكيد ما بتنجحي، لان كل شيء سهل اكيد ما بتنجحي فيه. فاجباري اذا يكون في عندك تحدي، هالتحديات يمكن شوي خلينا نسميها جوستيه، تحديات نوعا ما ب في امور كثيره ما في يعني بس هي عموما التحديات هي بتصعبني نوعا ما اني
بتكون سهله قدام هالفريق اللي هو معي، سواء فريق تطوعي اللي معي، سواء كان مهندسين دكاتره، هن كله عباره عن فريق اللي بتطوع معي، كله ما في عندي حدا شهادته اقل من طبيب او طبيب اسنان او محامي او انجليزي او مهندس او حقوقي. فهذا الشيء صراحه هن بالدعم، هن الموجودين معي والتخطيط اللي عم نشتغل عليه نحن بصراحه. يعني شوفي اللي شغله، يمكن انا معروف عني شوي مصر او عنيد، بحب اتابع شغلي، بحب اتابع عملي. اكيد اذا انت عندك روح المثابره وروح العمل اكيد رح تنجحي، لانه بالاخير عندك من جواتك شيء، فطره معينه او من جواتك في شيء تقدميه للمجتمع. تمام. استاذ منتصر، بسؤال اخير، شو الجديد اليوم لفريق شهيق زفير؟ شو عم بتحضروا من مبادرات جديده؟ هلا تركيز اكثر شيء نحن عم نركز على معالم مهمه بحلب، حتى مثلا ايش في عندي شيء مثلا شيء له دور، بنحاول نحن ننفذ جنبه مثلا قلعه حلب، مطار حلب. خليني اسميه مثلا هلا من فتره بدي اعمل شيء كمان حلب القديمه، بدي اعمل شيء رح يكون ورشه عمل تشمل تقريبا ثلاث ايام، تكون هي ورشه عمل دوره التشاركيه مع الهلال الاحمر، حتكون دوره للفريق تبعي، الفريق المتطوعين بالاضافه لاطباء سنة خامسة، دورة إسعافات أولية وتنبيه الزلازل إلى آخره. ثاني شيء يوم كمان أوبن داي يكون بأحد حارات الحلب القديمة، حيكون كمان يوم نظافة، نظافة العالمية حيكون حوالين مسار القلعة، توعية الناس عن موضوع رمي القمامة بمكانها، تعقيم الناس شلون إيديهم، تعطيهم مثلا أكياس أكياس حطوا 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 الشيء اللي هن لازم يحط يعني بالقمامه الى اخره. دوما انا بركز على شغلات مهمه عشان بحس اني هذا اليوم بالذات له تاثير. ثلاث ايام هن عباره تشمل نشاطات فنيه، نشاطات ترفيهيه بمحلات كثيره، بكافيات الى اخره. انا عم بحاول هذا الفريق بالذات يكون له دمج، هذا الدمج يكون له دور مجتمعي ومفيد، اخلطهم باي شيء مجال، لاني اذا انت خلطتيهم اكيد رح تستفيدي، بتلاقي النتيجه ايجابيه. أكيد. بالختام كنت معنا الأستاذ منتصر كيالي، مؤسس مبادرة شهيق زفير. شكرا لك وللهفتك ودعمك لهدول الأطفال، وإن شاء الله دايما عبر شاشة الأخبارية السورية منضوي على مبادراتكم المهمة. يعطيك ألف عافية. أكيد. شكرا لك أستاذ منتصر ولكل القائمين على هذا الفريق، على الأعمال القيمة اللي عم تقوموا فيها لهدول الأطفال، أطفال متلازمة داون، أطفال الحب.